هلو حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. صار لي زمان شباب ما شفنا احداث لعبه فري فاير ولا شيء. شباب لو بتعرفوا شباب اللي ما شاف المقطع نزلت لكم اياه من يومين من ثلاث يوم. المهم شباب كنت في جزء خفيف لطيف شباب ما شاف البلوكات، يروحوا شوفوا حبايبنا لانه صراحه شيء بلوز. سو ليديز اند جنتلمن حبايبنا الكرام، ركزوا معي هيك وركزوا معي هيك ورجعوا ركزوا معي هيك وركزوا معي مره ثانيه هيك. صراحه خلينا ندخل على اللعبه نشوف شو في وشو في ما في. طولوا بالكم شوفوا يا اخي شباب، انا هون انا كنت بالجبال معلم شمس قويه، كانت اكلت شمس شباب معلم جسم جلدي عم يتقشر. anyway شباب جاهزين؟ صلوا على الحبيب، خلينا ندخل. ايوه اول شيء شباب هون معنا معلم الفاير باس الجديد حبايبي، مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون الشحن المسبق. صراحه معلم هذا ما يذكرني شو حبيبي والله بريت شوي معلم باللوس هذا اللوت بو، يعني لما تقتل واحد اللوت هذا بالنسبه للساحل المسبق. طبعا شباب الشيء الصراحه يعني مالي مرتمان يعني ما عجبني الامر جواب انه ما في فاير باس الرخصه. بينما هذا السكين شباب سكين الشاب واللي معلم طبعا بين هذا السكين شاب من وراء ماله الحقيبه كم يمكن تختفي. اوكي الله اعلم نشوف اكيد من لما ينزل. هاي بالنسبه لسكين البنت. السلام يا سلام يا اخي، حسستني يا زلمه بشي بتحسه روبن هود يا اخي هذا حبيبي والله. اوكي والله خلينا كمان مش مشي معلم حلو معلم بلوس. اوكي ليديز اند جنتلمن هون عندنا الاشياء الجوائز. اوكي هي بالنسبه فاير باس شباب حبيبي والله، خلينا نشوف الاحداث الجايه جديده يا شباب. قول لي اوكي نجي لهون. اوكي شو في عنا معنا نعمل هيك. اوه اميزنج ستور معلم، اميزنج ستور. شو هاي شباب؟ هذا السكين شباب بذكرني بسكين صراحه سكين اللي كلمت لي يعني في نفس ما بتذكره شباب، في سكين يشبه هذا السكين يعني بس ولكن باللون الاحمر. اوكي والله هذا معلم ما يشبه شيء كمان. اوكي يا اخي خلاص معلم ندخل نجيب جد جد معلم، ما في مزح بالامر معلم. شو هيك قول لي ما عندي التلج معلم. يا سلام عليك، خلينا نعمل كونفيرم ونحاول نجيب هالسكنين شباب ونجرب لكم اياها. وفي تعبي احداث كثيره معلم ما شفناهم. يلا نعمل سبين يا اخي سطوري شباب. قول لي هات نشوف. بيض ليش فتح ما لازم افتحها معلم. يلا يلا معلم يا زلمه كم مره بقول معلم، لا حد يقول لك اللي بيعرف كم مره قلت معلم يقول لك معلم. ايه يا اخي شو هالحظ شباب، شو هالحظ اخذنا الثلج باللوز شباب باللوز. هي الثلج الناريه معلم كيف كانت تباب هي معلم ما اتذكر. المهم ول يلا لف الاخير يا شباب. نايس هي بالنسبه للسكين هذا يا شباب. طلع طبعا في كثير احداث تسع كمان في شباب اللي هو طوي بالك. ايوه هي شباب بالعجله عجله الظلام شباب حبيبي والله. طبعا شباب هذا السكين شباب كنت ناوي من زمان يعني اجيبه بس ولكن حبيبي والله كان بس نزل بسيرفر ثاني. والان شباب خلينا نشيل تونج، لازم نشيل شيء يعني بيستاهل واحد يشيله. اوكي هاي ما بيلزمنا تمام، والايك صندوق الايك ما يلزمنا شباب لان عندنا عندي يد ولا شو شو اللفه الزفه اقصى ارجاع اللفه الذكيه معلم. شو هي طيب لك اللفه الذكيه اللفه العاديه معلم طولي بالك خلينا نعمل لفه عاديه معلم طولي بالكم طول بالك. اه يعني يقصد يمكن باللفه العاديه الذكيه يعني بتضرب هيك بتجي. اوكي طول بالك خلينا نعمل بيعطينا هون خلينا نلف اللفه الثانيه. اوكي اه اللفه الذكيه يعني بيعطيك السكين مباشره بس طولي بالك. هاي كم تكلف كم تكلف معلم قول لي. لا والله شباب صراحه ما بعرف اقسم بالله ما اعرف شباب. خلينا نلف معلم لف 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 جي لهون لف لهون كمل هيك يا اخي بس حابب بس هون شو. طب شو هدول؟ اللفه العاديه اللفه اوكي اللفه العاديه معناها فرجيك بتاخذ هي بس هناك اللفه اللي ممكن تحصل تاني على فوق الجائزه الكبرى في اللفه الثالثه تم ارجع 1800 متبقي من خمس لفات. وات حبيبي والله طلع شباب ما يفهم شيء باهي بين هاي اللفه الذكيه شباب يعني لما بتعمل لها لف تضرب عليها او بتضغط عليها هون. اوكي طول بالك خلينا نركز. اوكي هاي تاخذ لمرتين يعني بتاخذ مرتين يعني بضرب مرتين شباب ولا مشلون؟ يعني والله شباب بدنا نجرب شباب خلينا نجرب. روح شو راح يصير؟ اه اوه
هذا شو عمل معلم؟ هذا ضرب دف دلفز شال كل شيء معلم. شو الشغلة الجديدة؟ أقسم بالله جاب مع مين والله ما فهمت شيء، بس يعني ضربنا وجربنا ويلا شوف. يا الله اوكي شباب، طبعا هذا في الحدث اللي شفناه لحدث اثنين، طبعا في حدث شباب، هذا الحدث شباب اقسم بالله هذا الحدث اللودو شيء باللوس. طبعا شباب عندنا هذا اكيد منكم كثير بيعرفونه، انا اخر واحد معلم بيعرف الاحداث خلاص، انا بعرف اكتبوا خلاص. اوكي هون عندنا شباب، هون لازم نجيب توكن الظاهر، تمام لازم شفته على اللايف هذيك المره بس، ولكن يعني ما ركزت منيح. طبعا هون الشيء اللي فهمته معلم انه لازم نضرب الضربات، نخلي اوكي طب خلينا نجرب شغله. طب نعمل سوبر رول نشوف شو راح يعطينا، نعمل كونفيرم. اوكي خليني شوف بلايس يور. اوكي نضرب هون، هون اقدر مثلا بده يمشي على البلجرين ولا الجرين حتى ما نحصل على السكين. طبعا هذا سبب السكين باللوس معلم، لازم نحاول نجيبه بسرعه. تعال نجرب حظنا هون شباب، نشوف الوضع. قول لي ايوه، يعني لازم يلف ويروح ويجي ليوصل على الاخضر. اوكي حبايبنا، هي بالنسبه للهي راح نجيبها ان شاء الله من بعد على رواق شباب. اوكي هاي بالنسبه للحدث الشاب. صراحه يعني شاب يعني غبت 3-4 ايام، يعني لا مو لا يومين. ليش عم تكذب عليك؟ لا طول بالك. المهم شباب يعني غبنا عليهم، شفنا اشياء كثير لسه جديد. اوكي ندخل الكاركتر، شوف هذول السكنين جبناهم شباب، الصراحه كثير متحمس لنستخدمهم، جربهم حبايبي. اوكي نجي هون على الاوذر. طبعا شباب انا دائما بحب يعني مثل ما بتعرفوا دائما بحب يعني افرجيكم السكنات هون بالنسبه لسكن البنت، تمام حلو بلوس بس لك شباب يعني اخي اي خلاص هذا سكين بنت يعني بالعاده شباب ما بجربه بس، ولكن خلاص اوكي بس حابب انا متحمس هذا السكين شباب. نجرب هذا السكين اول شيء. اوكي نشوف شكله كيف شكله باللعب، كيف شكله. وال نار يا اخي، هذا معلم نار يا اخي، حسك بشيء هيك. شو بحسك ما اعرف يا دائما شباب دائما هذا فيلم ذا رينج شو بسموه هذاك نسيناه. المهم شباب قول لي هذا شو هذا بالنسبه لهذا السكين حبايبنا؟ الصراحه يعني حس ايوه ذكرت حسك هي الدايره شباب، دايره هيك السوداء والبيضه هي اليابانيه ولا الصينيه ولا ما اعرف شو اسمها معلم. المهم دايره شو كان اسمها؟ كتبوا تعليقات شباب. اوكي شباب هذا هو السكين الاول حبايبنا بس، ولكن الشعارات معلم يعني هي مثل ما قلت لكم هي الدائره هيك صايره هيك ابدا بالضبط شباب. ال- 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 الجيد ولا ليس جيدا حبيبي والله. اوكي شباب خلينا نشوف السكين اللي بعده، يلا ندخل شباب. هنا طبعا بالنسبه للشعارات هذا السكين هذا شعاراته. اوكي عندنا الجاكيت ايوه مثل ما توقعت شباب، يقدر تخفي الحقيبه من ورا، هذا السكين عنده الخاصيه. عندنا هون البنطال، توني بس حابب اجرب البنطال كيف شكله. اوه والله البنطال حلو وماشي ماشي شباب، بس حابب اجرب شغله ثانيه اللي نحط لك نشوف شو راح يطلع مثلا لما نجرب نشوف البنطال كيف راح يكون. اوه بلوز معلم بلوز حلو كثير حلو. اوكي لان راح اجرب الثاني. وين هذا؟ ركزوا لي شباب على المسبق شباب هذا اللي شحن. يا الله يعني متحمس كنا نشوف شيء كيف شكله، اكيد شكله معلم يعني. اوكي شباب خلينا نرجع الاوثر، نرجع الحزمه الثانيه شباب اللي جبناها. وين الحزمه معلم؟ لا وين الحزمه؟ لا هاي الحزمه شباب نجربها. طبعا شباب هالحزمه بتشبه الحزمه هذيك الطويله يعني والله ما اعرف زين راح اشوفها. يا اخي وين الحزمه معلم؟ وين الحزمه يا الله؟ هاي لك شباب هي الحزمه شباب كنت عم بقول لكم عليها شباب تشبه لها كثير يعني الصراحه. لا والله ايه بتشبه لها ولا شلون رايكم؟ بتشبه لها ولا مش بتشبه لها؟ بتشبه لها مو هيك؟ ولا يكون في وحده ثانيه شباب كانت اقسم بالله جواب حبيبي والله نسينا انا. اوكي حبايبنا صار لك يا اخي في كل حزمه دورت عليها اكيد ما عندي اياها معلم. اني يا حبايبنا هي بالنسبة للحزمة شباب الصراحة شيء باللوس، عندنا هي القبعة الصراحة شيء هيك يعني بس، ولكن الحذاء يعني شوي كبير بس، ولكن البنطال ماشي بشيء تمام. عندنا هذا القبعة تمام توني معلم لا لازم هذا لازم نشوف وضعه باللعب. يعني ترى شباب انا الصراحة لعبي ما اعرف شو صاير معلم يعني من قبل هو نوب بس، ولكن يعني شوف على السريع تعالوا. او ماي جاد هذا شو يا هلو بوي. اوكي حسين انت اسطوره، حسين انت شويتني حسين. اوكي طولي بالك يا كده عم موطي الصوت يا زلمه، صوت اللعبه كثير قوي. قول هلا يلا هلا عافيه. باي 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 تعال ابلع علوبي. نهرب منهم علي مهرب والله يشوفنا شوي. يلا
يلا شباب يصير ايه لاعب بموت ايه والله جبت هير شوت يا زلمه شوت جوي شوف شوف دمه يا زلمه حرام اوكي خلاص بكفي لليوم يا اساطير شو رجع جاي اتفرج على السكيب وجاي اليوم لعب اوكي يا حبايبي الله يسعد لي اياكم ليديز اند جنتلمان حبايبي من الكلام صراحه اشياء اسطوريه تمام باللوز اعطوني لكم بالتعليقات يا اساطير ولا تنسوا شباب تتابعون الفلوجين نزلت لكم يا شباب اللي ما شاف يروح يشوفوا شباب عن جد شيء باللوز وشي يعني غير شوي يعني راحه نفسيه غير الفري فاير اوكي يا اساطير اشوفكم على خير سلام عليكم.